شكرا. حقا اتفر على الشيء اللي كيقولوه الاخوان. هذا الشيء خصنا نديروا له اجراءات عمليه. انا ما قلت لكم بلا كاين افساد هيكلي بنيوي وكيستعمل الامكانات ديال الجامعات المحليه والاستثمارات ديال الدوله الى جانب الفلوس ديال الناس. حنا عارفين واحد دابا تيدير قفه فيها 800 درهم موجب 1000 قفه هي 800000 قريب مليون ديال الدرهم. ماشي شوف خصنا نتفاهموا اذا بين كنقولوا خصنا اذا حتى الافساد الهيكلي بالامكانات ديال الدوله خصو يوقف. ولذلك لما كنتكلمش على مستوى المجلس ديالنا انا كنقول بانه فيما يتعلق بالمجالس البنات على الافساد ديال الانتخابات التزفيت بدون برنامج بدون عداله وبدون شفافيه افساد للانتخابات. الاستعمال ديال الاصلاح ديال الاماره العموميه بدون شفافيه بدون عدل افساد للانتخابات. وهذا فيه مال عام وانا ما كنقولش غير هنا لذلك ديال هنا الى استمر غادي نواجهه. وانا كنت نتمنى من الاخوان يلتزموا في اشياء عمليه. لذلك انا قلت نفتحوا لكم البيوت ديالنا والمقاطع ونعطيكم مصادر. وبالمناسبه انا اعتذرت في المجلس الوطني وقلت لهم لن ساعتذر للاخوان عن اي ترشيح. واذا ماشي هذا هو الاشكال ديال الترشيح لا ولا الاشكال هو في المقاومه ديال الفساد زنقه زنقه درب بدرب باش نكونوا واضحين. ما نقولوا كل كلام ونخرجوا لا. لذلك انا ادعو للمرصد. واش الاستاذ فتح الحرفي يقول الاستاذ الحرفي هذا مناضل ديال كلشي مناضل ديال الاخوان ديال الفقيه المصري وديال التحرشات. وقلت لهم يعني نجيبوه للمرصد ولا كانت شي حاجه نديوها له ديوها باش ما نبقاوش نتكلموا على كلام ديال. وبالمناسبه الحكومه خصها 3-4 احزاب للمجالس سواء محليه ولا جهويه خصها 3-4 احزاب وديك 4-5 احزاب على اساس النزاهه. لا احنا عندنا معطيات كاينه خدمه ولذلك انا ما عنديش امل في الجهاز اللي هو الان يتحكم في العمليه بشكل مسبق. الامل ديالي في الديمقراطيه في النظام الديمقراطي. بالمناسبه فاش كنقول احنا نشوف مش غادي نقطع نسيني نيسر لكم العمليه. والله ما رانا مقاطعين والله ما رانا مفكين حتى شي واحد على اللسان ديالو. انا ما قلتلوش والله ما رانا مفكين. سنناضل من في الشارع وفي المؤسسات ما غاديش نقاطع وسندعو الناس بحماس المشاركه في الانتخابات ولكن سنتصدى للفساد. هذاك الفساد اللي معروف التقليدي هو الفساد المؤسسي البنيوي الهيكلي. وسمحوا لي الاخوان ديال الاسره والمعاصره لان واحد الاخوان قال قضية ديال الاصدقاء الملك. شوف الملك ديال كلش الملك ديال كلش ما ديال حتى واحد. اللي بغا يدير صاحب الملك يدير صاحبه ويخطي السياسه. اللي بغا يدير صاحب الملك يبعد على المال لانه الملك الترف يعق الملك والجبايه من السم للاخر. هذا عدم الجبايه من السم من الناس اللي مديرين بالمحيط الملكي مدير بالجبايه ومدير بالرعب. اللي بغا يدير صاحب الملك يدير كيف يمنع صاحب الملك ودير حسب بلاد حسب المال صاحب الملك ودير العمل بين العمل ديال. بغيت نقولوا هذا اللي يتقال هذا الكلام وهذا الذي يقال. واذا اصحاب الملك هذا شغلهم ومن حق الملك تكون عنده صداقات حق مركزيه ومجاليه. ولكن لا يحق للاشخاص اللي هما اصدقاء ديال الملك يقولوا اصحاب الملك وعندهم مشروع حداتي وعندهم مشروع وهو عنده مشروع ديال مواجهه حزب معين. ودير واش حزب اخوان حزب معارض يعارض حزب معارض حمر ما شفت انا حزب معارض ديال سنكون هذا العبد ديال الدوله خصنا نبعد عليه. ومرحبا ب 60 صلوا ومعصر ولكن حزب كيخدم الاجنده ديال 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 الدوله وبالمؤشرات. ما كنتكلمش انا على البسطاء ديال الاسرى اللي ما لهم لا في العين ولا في النفير. اتكلم عن النواه الصلبه العدوانيه التي تستهدف الديمقراطيه في الاخر. لانه ملي كيمشي ما تبقاش نزاهه الانتخابات ما تبقاش السياده ديال الشعب. الا ما بقاتش نزاهه ديال الانتخابات ما كانش مشروعيه ديال التمثيليه. وما حنا نحكموا الاخوان ديال الاتحاد الشرقي يحكموا 10 سنين اخرى. واش ما المشكل اذا ما شاركناش هنا؟ ما المشكل كان؟ ما المشكل؟ المشكل في النزاهه. قالوا يحكموا الاخوان ديال الاصابع ولا ديال الصغر في النزاهه. اما بنادم يجي ويبدا يقول لنا ونتواطؤوا حنا ما كاينش. حنا اللي هو الامل ديالنا في النظام الديمقراطي ما غنتواطؤوا حتى مع واحد ما غنعطيوش الغلبه حتى لواحد. الا استمرت وتم التزوير ديال استمر هذا المسلسل ديال خدمه الانتخابات غادي يبدا نقولوا باستمرار. وبالمناسبه منين غادي تجي فرصه سنعطي يعني مؤشرات باش ما نبقاوش نلعبوا على الناس. وانا ما عندي اشكال ولكن انا ضد اننا نبدا نديروا في التواطؤات وكذا ومن بعد غادي نقولوا للناس قالوا هذاك راه خرج راه طاح قالوا راه خرج ماي راه اعداد ماي اذا يسكدوا الانتخابات. واش عندكم اشكال؟ الا حنا مستعدين كاع عداله وقوميه نعطيكم مرات ديالاش ديال الضمانات باننا سنوسع القاعده ديال الناس اللي غادي نشاركوا معاهم ماشي نتصدروا حكومه ولا مجلس. الا مشيتوا نديروا على اوسع عدد ممكن ديال الناس ولكن على اساس النزاهه على اساس ما نديروش داكشي
الاخر ليس بلاد المتنوع يعتبرونا ما فاهمينش ولا ماشي احنا فاهمين وما ولا نتسول حتى حاجه، ولكن حنا مع مع الشعب مع يقول الكلمه ديالو وانتهى. الا هو الاخوان ديال الاتحاد الشرقي مبروك عليهم، الاخوان ديال الصغر مبروك، ولا الاخوان ديال الطليعه اخر ابن عمر، ولا الاخوان ديال الشرق مبروك على الاخوان، ولكن بالنزاهه اللعب ما يمكنش يصير.